أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وهل يجوز الإبقاء على أصنام الفراعنة وجعلها مزارا للناس؟ هي ما تعبد، هي ما تعبد، وأيضا هي موجودة من قديم الزمان، وهي للعبرة، للعبرة والعظة، مثل ديار ثمود أبقاها الله للعبرة والعظة. فإذا كانوا بهالقدرة ونحتوا الجبال وصوروا الجبل على صورة إنسان، عندهم هالقدرة وهالعبث الكبير، فهذا مما يدل، ومع هذا لم يغني عنهم شيئا ولم يدفع عنهم عذاب الله، فهذا من باب الاعتبار والاتحاض، بقاؤها من باب الاعتبار والاتحاض لا من باب الافتخار بها أو الإعجاب بها. نعم.